حياكم الله مشاهدينا الكرام في حوار السلطة لهذا اليوم، وأرحب بضيوفي هنا في الاستوديو السيدة كولشان البياتي السياسية المستقلة وعضو مجلس مفوضة انتخابات أسبق. مرحبا بك، أهلا وسهلا. حياك الله، أهلا وسهلا بك. وأرحب بضيفي أيضا من السليمانية السيد أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. حياك الله أستاذ أحمد، تسمعني؟ حياك الله أستاذ نصير، أهلا وسهلا بك. ودقائق وينضم لنا السيد المستشار السيد كاظم الجحشي، أرحب بك، حياك الله. أجا على بداية أهلا وسهلا أستاذ كاظم. ازدحامات ها بغداد؟ اي والله هاي بغداد الحبيبه والازدحامات. حياك الله. مشاريع السيد السوداني تحياتنا اليه. ها من البدايه ما شاء الله. يا الله من البدايه. اي والله متحزن. متحزن وانت ما شفت هسه صار ساعتين ونص. ايه؟ ما تنعقل يعني، لو جاي من البصره يمكن انا هسه بغداد يمك، لو الشارع مفتوح. على كل تحيه سيدات اولا. الشرف. حياك الله سيدات اولا. انتخابات اقليم كردستان يعني مهمه جدا بصراحه، وهي ستكون محور اساسي حتى في المعادله القادمه، وستنعكس على الوضع السياسي في بغداد ايضا. نعم. وبطبيعه الحال قد تكون هي بالفعل مصيريه هذه المره. اكيد اكيد. طبعا احنا نعرف تاريخها يوم 20/10/2024. طبعا هذه انا اعتقد اليوم اقليم كردستان راح تكون بها الانتخابات بشكل تختلف عن سابقتها، لانه احنا نعرف مفوضيه الانتخابات اصبحت لديها تجربه كبيره في هذا المجال وباشراف المفوضيه العليا المستقله للانتخابات، وكادر كبير جدا من الكوادر المتمرسه في العمليه الانتخابيه اليوم هي في داخل اقليم كردستان وتشرف على العمليه بوجود عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين، وهذا يدل على انه اليوم انه المفوضيه تتاهب لهذه العمليه بشكل جدي وعملي قوي جدا، خاصه اجرت قبل ايام عمليه محاكاه للأجهزة، وتحاول قدر الإمكان أن تكون العملية الانتخابية وإن شاء الله تكون على وجه وقدم إن شاء الله. جيد، الأمور كلها مهيئة بشيء. أكيد أكيد أكيد. يعني المفوضية مستعدة. مستعدة للانتخابات وتعمل على قدم وساق. والأحزاب هم مستعدة. والأحزاب مستعدة. أنت تدري جنابك الأحزاب شو وقت يبدي يبين نشاطاتهم؟ يبدي نشاطاتهم يوم اللي تبدي خلينا نقول الإعلام وكل حزب يبين عن برامجه، ولو هم سبقوا الأمور كلها وبدأوا يشتغلون. تدري أنت كل هاي الأحزاب عندها يعني مثلا منقول باع كبير في العملية السياسية، وهم هذول الأحزاب مو جديدين، مع وجود بعض الشخصيات المستقلة اللي دخلت في الانتخابات، وعددهم أعتقد 84 شخصية مستقلة دخلوا في الانتخابات القادمة. رحب بك ساك الله. حياك الله، نورتنا ببغداد. اهلا وسهلا بك. اخذت نفس؟ الحمد لله. امورك طيبه؟ الحمد لله. لا هو دخل علينا قبل يعني. ها دخل مباشر وهاي. الله يساعدك. ما حبيت اتاخر والله يعني. أكيد. ما حبيت اتاخر. لا لا بالعكس، بالعكس. كل الاحترام والتقدير. كل الهلا بك. احنا نقدر شخصيه محترمه مهنيه ملتزمه، كل الاحترام والتقدير الى حضرتك، بس ظروف البلد ما تعرف يعني. طبعا. على الاقل تقدير. أنا أريد أدخل في محورين أساسيين، خلينا ندخل بالمحور الأول هو قضية انتخابات أقليم كردستان الآن مصيرية لكل الأحزاب، وفي هذه الانتخابات قد تكون هي أكثر انتخابات سيكون فيها صراع سياسي وانتخابي كبير، سواء من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني الموجودة، جيل الجديد، التغيير، الأحزاب الاتحاد الإسلامي، وكل الأحزاب اللي موجودة اللي حتخوض الانتخابات. هالمرة حتحدد مصير وقوة كل حزب موجود في أقليم كردستان. نعم أستاذ نصير، بدءا تحية لجنابك الكريم وإلى الأستاذة العزيزة وإلى المشاهدين الكرام. حقيقة أنا أحمد الهركي أنا الشرف، تحياتي إلى الأخ العزيز أستاذ أحمد، تحياتي إلى حقيقة تعرف جنابك أنا عشت في إقليم كردستان. نعم. لفترة 5 سنوات وكم شهر، وعشت هناك وعملت هناك كمحامي أيضا، وقريب لك حتى قريب للواقع السياسي. كنت يعني باعتبار أطلع بالإعلام هناك. إقليم كردستان كل الانتخابات اللي تصير عندهم انتخابات طبيعية جدا وهادئة جدا. ليش؟ لأن الثوابت واحدة، الثوابت واحدة. أهم شيء في الانتخابات هي الثوابت. طبعا. إحنا اليوم قانونا عرفا شرعا أهم شيء عندنا الثوابت واحدة، هم عندهم الثوابت واحدة، الخلافات طبيعية جدا. ولكن عندما تجد هناك خطر حال يهدد إقليم كردستان،
كل الأطراف. هاي اللي عجبتني بيهم، وتحية لإقليم كردستان وإلى قادة إقليم كردستان كلهم، وإلى شعب إقليم كردستان أيضا تحية إليه، كلهم يصيرون خلف قيادتهم من أجل القومية، وهذا شيء جميل. إذا احنا هنا موضوع الخلاف وموضوع ايش قد تحصل مقاعد، ايش قد مقاعد عندك، ايش قد كذا، هاي حددها صندوق الانتخابات. أكيد. والشفافية أنا لاحظتها، قلت لك على مدار هاي السنين الشفافية في مجال الانتخابات أو التحضير للانتخابات، يعني حتى الشارع، حتى الشارع الكردستاني مو مثل ما تصير عندنا انتخابات، مع الأسف يعني أحكيها بمرارة، يعني شوارعهم سلسة، ماكو قطع شوارع، ماكو هوسة، ماكو كذا زين. اختيار، حتى اختيار الكيفية باختيار وضع الصور للمرشحين، وضع الصور آلية ماذا أقول لك، آلية تنظيمية رائعة. هذا واحد. اثنين، قلت لك الثوابت هي أهم شيء. جيد أستاذ أحمد، حياك الله، رحب بك مرة أخرى، وأسألك يعني هل سنشهد برأيك صراع انتخابي كبير هذه المرة، أم ستكون الانتخابات في إقليم كردستان هي حالة طبيعية كسابقتها في الانتخابات، بالرغم الآن المؤشرات اللي موجودة ما بين اليكتي والبارتي، تنافس كبير وأيضا أحزاب جديدة قد تظهر في الانتخابات القادمة؟ استاذ نصير، يعني هو التنافس السياسي شيء طبيعي، يعني نحن والديمقراطي والأحزاب الأخرى نتنافس سياسيا وهذا شيء طبيعي، ولكن لم نصل لمرحلة الصراع السياسي. نعم هناك سوء علاقة موجود مع الديمقراطي بالتحديد، يعني أستطيع أن أقول منذ عام 2017 و18 هناك أزمة في العلاقة، يعني مثلا بدأت مع رئاسة الجمهورية عام 2018 اختلاف بالمواقف يعني بالأمور ذات البعد الوطني، حتى في موضوع انتخابات 2021 حضرتك رأيت نحن كنا أقرب للإطار الديمقراطي، كان مع مشروع التحالف الثلاثي مع الأخوة في تقدم والتيار الصدري، يعني كان حتى على المستوى الوطني العراقي كان هناك اختلاف. ولكن هذه الانتخابات نعم هناك تنافس سياسي في نفس الوقت، ولكن العملية الانتخابية يعني هناك أهمية انتخابات موجودة لدى الأحزاب السياسية، يعني كما أشار الأستاذ كاظم المجتمع في إقليم كردستان متحمس للمشاركة السياسية. لو حضرتك أيضا أخذت كمؤشر في التحليل السياسي حتى في الانتخابات العراقية، والست قلشان كانت تعمل في المفاوضية تعرف أعلى نسب مشاركة هي في محافظات إقليم كردستان أسوة بالمحافظات الأخرى من العراق، يعني ترى نسبة مشاركة على سبيل المثال في انتخابات البرلمان العراقي في السليمانية وأربيل ودهوك أعلى مثلا من محافظات أخرى. هذا دليل أن المجتمع في كردستان مؤمن بالتحول الديمقراطي، مؤمن بأهمية المشاركة السياسية. الأحزاب السياسية لديها القدرة على توظيف يعني توظيف عملية المشاركة السياسية، لذلك نحن نعول على هذه النقطة. هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها، هناك كثير من المؤشرات، إشراف المفوضية في بغداد، الموضوع السجل البيومتري المعتمد، ايضا النظام الانتخابي، توزيع الدوائر، هذا يحقق العداله الجغرافيه في توزيع كل محافظه تحصل على النواب يتناسب مع الكثافه السكانيه، وهذا كان غائب في الاقليم. موضوع الكوتا ايضا كان سابقا تشتغل من طرف واحد، الان موزعه على المحافظات، وستكون امام تنافس سياسي داخل الاحزاب السياسيه وايضا داخل الكوتا، لان الحكمه من الكوتا استاذ نصير المشرع العراقي في بغداد او في اقليم كردستان هو ان يكون هناك ممثلين حقيقيين، لذلك سنشر عمليه تنافس، وهذا ايضا له يعني ربما له يعني انا اهنيك موضوع الربط بما سيحدث في العراق مقبلا، يعني وزن الاحزاب السياسيه الكرديه وخاصه الاتحاد والديمقراطي داخل الاقليم. التنافس سيكون بين في المركز الاول والثاني بين الاتحاد والديمقراطي، صح. وهناك معادله اخرى خارج الاقليم او في المناطق الكردستانيه خارج الاقليم او في المناطق المتنازع عليها نسميها مثلا كركوك، الموصل، وديالى، وصلاح الدين، هذه المنطقه التي فيها تواجد الاحزاب الكرديه. حضرتك رايت في انتخابات مجالس المحافظات الاتحاد الوطني الكردستاني حصل على اصوات ومقاعد، هنا اقصد اصوات ومقاعد اعلى من الحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك بصوره واخرى هذا سيكون له دور في الاستقطابات المقبله على الأقل، يعني مثلا ما هو وزن ودور القوى الكردية، وأيضا يعني ما يدور أيضا في الجغرافيات الأخرى القوى الكردية ليست بعيدة. لو تحدثنا عن جو سياسي عام نحن بانتظار ما سيسفر عنه اصطفافات داخل البيت الشيعي، طيب حتحدث فيها في محور من الحلقة هذه اليوم، أحب أن أتحدث بها لاحقا بالتفصيل، ما حتحدث بها لاحقا. سيدة كوشان، أريد أركز على نقطة، استفيد من الخبرة اللي امتلكتها في مفوضة الانتخابات على المستوى الفني كمفوضة انتخابات عملت فيها، على المستوى السياسي أيضا مارست العمل السياسي وما زالت تمارسين العمل السياسي الآن، رغم شفنا أنه بعض المكونات التركمان المسيح الأيزيدية كان بالبداية لهم مقاطعة للانتخابات، بعدين
اوكي قرروا المشاركه في الانتخابات، هذا حيأثر على نسبه المشاركه في الانتخابات لو حيزيد زخم الانتخابات لحجم التنافس الكبير وبالاخص بين الحزبين؟ يعني احنا نريد نوضح نقطه انه قبل كانت عدد مقاعد الكوتا بالنسبه للتركمان والكلدان والسوراني والاثوريين والارمن كانت 11 مقعد. اليوم حسب هذا القانون الجديد قلت عدد المقاعد وأصبحت مقعدين للتركمان وعندنا 3 مقاعد أصبحت المن الكلدانيين والآستوريين والأرمن. يعني هنا راح يصير التنافس أقوى من قبل لأنه كان أكو مساحة أكبر بالنسبة للتركمان مثلا أنه تحصل على عدد أكثر من المقاعد، كانت يعني عدد المقاعد 5، وبالتالي فأنت اليوم قلت عدد المقاعد راح تبدي تنافس كبير راح تصير للوصول إلى هذا المقعد. زين احنا بس نرجع على شيء مهم جدا بالنسبة لهذا القانون الجديد. القانون الجديد بها بعض النقاط اللي لزمت الأحزاب السياسية منها، كأنه نقول أنه التزامهم فقط بجهاز مثل ما نقول البايومتري، جهاز التحقق اللي راح تطب بالعملية الانتخابية. يعني قبل كانت ماكو، هاي لأول مرة الجهاز التحقق بالنسبة الإلكتروني راح تطب بالانتخابات الجديدة. يعني اليوم أنت ما تقدر تدخل الانتخابات إذا ما عندك البطاقة البايومترية، وهذه همينة شوية تخلي أهدأ. إحنا ما نقول مع احتراماتي للأستاذ أحمد، بالفترة اللي احنا كنا بيها احنا لما نتواجدنا احنا مرة واحدة سوينا لهم، اتذكر ب 2015، اما ب 2018 صارت ايضا عندهم انتخابات لكن كانت الاجهزة ما تستخدم. 13 اي صح نعم دخولنا الذكر. على العموم فكانت الانتخابات اللي موجودة بذاك الوقت يعني ما نستخدم الاجهزة بها، ماكو كانت الاجهزة بعد، بس هسه هاي وجود الاجهزة لا راح ينطي شويه مصداقيه اكثر بالنسبه للعمليه. طبعا راح يصير تنافس اكبر بيناتهم، وهسه نشوف انه الاحزاب اصبحت هناك تحالفين، هسه موجوده تحالفات سووا مثلا عندنا تحالفين شاركوا عدا الاحزاب البقيه، فاكو فد عمليه حركه وسلسه بالنسبه للعمليه الانتخابيه. يعني ممتاز استاذ كاظم، دائما الصراع موجود ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لكن هذه المره يبدو المعادله الانتخابيه راح تدخل اطراف، قد برأيك سيبقى الأغلبية لهذا الحزبين الرئيسيين الكرديين أم تتوقع أن يكون مفاجأة مثلا ممكن أحزاب تدخل وتأخذ مقاعد معينة؟ نعم أستاذ نصير، حسب معلوماتي المتواضعة قلت لك أنا هناك إذا واحد يعيش نعم حقيقة الحزبين حيبقون يحافظون على نقطة على السطر، الحزبين محافظين على مكانتهم الاجتماعية السياسية، هاي منتهي منها. وأكو شغلة كلش حلوة في إقليم كردستان وهي شرف الخصومة، شرف الخصومة بالانتخابات. أهم نقطة هاي، هاي واحد. اثنين، تعقيبي على أستاذتنا العزيزة، موضوع الكوتا أعتقد وجهة نظري ما يأثر، ما يأثر على في إقليم كردستان في انتخابات إقليم كردستان. ليش؟ لا إذا تتحدث عن المنافس داخل الكوتا. أفهم أفهم أفهم. نعم أنه قلت حسب القانون الجديد. يعني هسه جديد مثلا صار التركمان بس راح يصير تنافس أكثر، أكثر الوصول إلى المقعد. أنا وين أنا أكو غير موضوع أرد أحكي به. نعم. أنت إذا تتحدثين من الناحية الفنية أو الانتخابات وشراسة الانتخابات، هنا الموضوع التعايش السلمي أستاذ نصير رائع جدا، بحيث هناك من يجون دون يدخلون الانتخابات حتى اذا ما صار انتخابات. ماكو انتخابات؟ نعم بس واضح التعايش السلمي. لا 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 شلون شلون ما هاي انتخابات انا وياك احنا اصدقاء ننزل بالانتخابات والله ما نريدك تفوز على استاذ نصير وهنا بالعكس تقول الانتخابات لحد احنا كم انتخابات صارت عندنا من 2003 الى الان كم انتخابات؟ ليش هناك ماكو شراء ذمم بالكارتات؟ ليش هنا اكو شراء ذمم؟ ليش هناك ماكو جيب لي بطاقات؟ ليش هنا اكو مو انت تريد تحكيني استاذ نصير؟ نعم نعم لا لا انا شوف انا قاعد ببغداد بمدينتي بغداد، هاي بغدادي أنا، ما يجي واحد يقول لي التلاني بغدادي. زين أخي العزيز تاد نصير، هناك النظام والقانون، النظام في كردستان النظام والقانون، حزبين نعم حزبين مسيطرين، نعم حزبين مسيطرين، شريد منهم أنا مسيطرين بس موفرين لي كل شيء من يدخلون انتخابات. بس هالمرة هسه يقول لك الصراع كبير، الصراع كبير نعم، يعني اللي يفوز بالأغلبية هالمرة أخر يبعد بالاحتياط، خلي احكي بهالطريقة. نعم أنا راح احكيك بغير طريقة كلش حلوة. الناخب الكردي من راح يطلع من بيته راح يعرف وين رايح المن ينتخب،
مو مثل انتخاباتنا احنا، يعرف وين وبالطريق يبدل. لا حسن خلي 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 نحكي لك على قضيه كلش مهمه. مع احترامات جنابك يعني اني اليوم يعني اناشد المفوضيه، مثل ما نعرف انه اكو عندنا نظام يسموها تعليمات الانفاق الانتخابي اللي ان شاء الله باذن الله المفوضيه ده تعمل عليها على المرحله القادمه اذا صارت انتخابات بالعراق في بغداد والمحافظات الاخرى راح تفعل به. يا ريت كنت اتمنى انه هذه هم تفعل في اقليم كردستان. ليش؟ لانه ترى همينا بالاقليم اكو يعني اكو مثل ما نقول الاحزاب الكبيره هي مسيطره اكثر من الاحزاب البسيطه، لذلك عمليه عد الاصوات وفرزها نظام التمثيل النسبي اللي هو شنو؟ الاصوات الباقيه تنضاف لمن؟ تترجم الى مقاعد. فاليوم اكو فد عمليه نسميها احنا المفوضيه دا تقوم بها والقانون ساعدتهم بهذا الشيء بانه المفوضيه دا تعمل على انه تنتهي هاي العمليه والانتخابات بشكل سهل وسلس. لكن نرجع نقول والله كل شيء ما يصير، دائما احنا نتوقع المفوضيه لابد يعني لا سامح الله يصير شيء عندنا دائما، يعني مو بالنسبه كمفوض احنا كمفوضيه عملنا عمل قانوني، اكو عندنا قانون وتعليمات نمشي عليه، لكنه يجيك ما تعرف في اي لحظه احنا نكون مستعدين لها. فلذلك اشوف انه اليوم ماكو انتخابات في اعظم دوله، هاي احنا اشكال الانتخابات شفنا اكو نزاعات تصير، اكو تصير مشاكل، ما احنا ما عايشين بفد وقت كلها طبيعي وكل زين وكلها تصير، بس نسبتها اقول ايش قد نسبتها تكون اقل مما تصير في محافظاتنا. يعني استاذ كاظم بس اسالك هذا السؤال تحديدا، خلينا نحكي بكل صراحه واعتقد استاذ احمد هم يمكن حيرد حيرد على سؤالي. الآن اليكتي مستعد بشكل كبير ليحصد الأغلبية على حساب البارتي، يقول لك أكو ناس حزب السلطة موجود وأني من حق لي عندي تمثيل وأني بهاي الانتخابات بالنسبة لي مصيرية ويجب أن أفوز بأغلبية المقاعد. أحسنت، هذا صراع كبير. أحسنت إيه؟ هناك بكردستان هذا الحكي لو بغداد غير حسابات، أجاوبك غير جواب زين غير جواب أجاوبك إيه؟ لا جاوبني هنا جاوبني هناك ما عندي مشكلة. هناك الجواب جوابي على كردستان مثل ما تفضلت أختي العزيزة، هناك الجواب الجواب الصندوق الجواب الصندوق من البيت من البيت الأب والأم والكذا كلهم رايحين ننتخب ديمقراطي كلهم رايحين ننتخب اليكتي كلهم رايحين ننتخب مثلا غير هم ما عندهم شوف حزبين كبيرين وأربعة وخمسة أحزاب الفرعية مو مثلنا 300 مدري 600 حزب كل 4 5 سووا لهم حزب زين زين هاي معركه مصيريه المره الانتخابات. احنا ترى احنا استاذ نصير انت اسم دا تقول كل الادوات راح يستخدموها سواء البارتي او اليكتي هم عندهم 17 حزب هسه طبعا التحالف هذا شوف انتخابات هي انتخابات ميدان. وليش احنا نحب الانتخابات النظيفه والنزيهه وقاعده اختنا العزيزه هي تمثل المفوضيه زين احنا نريد صندوق هو اللي مو تنتخب عباس يطلع لك عليه يجيك حسين حتى اسمه ما يعرف يكتبه مو تنتخب الدكتوره بثينه تطلع لك حسنه ما تعرف تكتب اسمها هذا الحكي احنا نريده احنا نريد من انتخابات تصير انتخابات على اساس انتخابات زين. فهناك الانتخابات هي كذلك زين. حزبين بس انا اقول لك راح تصير شرسه نعم شرسه بالتنافس زين بس انت احكي لي هل التنافس شريف نعم شرف الخصومه موجود قبل ما اروح استاذ احمد بس بشكل سريع جاوبني وحرجع بعدين على ست كولشان بهذا السؤال من له الاغلبيه في الانتخابات القادمه يكتي لو بارتي وجهه نظري انا هي. بارتي والله بارتي اي والله يلا استاذ احمد جاوب تفضل والله البارتي حتى جبل يصيح بارتي انا قاعد هناك وشايف لك عيني راح عليك لوس بعد حتى جبل شو ده استاذ كاظم يعني ما عليه دقيقه والله حماس يعني انا رجل مستقل لا بس اسمع انا من بغداد بس عشت هناك عفوا استاذ احمد اذا تاذن لي جنابك انا عشت هناك وشفت سليمانيه وشفت الدهوك وشفت اربيل وتجولت ورحت للجبال وخيمت بالجبال وكل الكرد اهلي وناسي بس شفت الشجر والجبل الغالبيه يصيحون بارتي زين نقطه راسه حتى الجبل يقول حتى أيوة الجبل حتى جبل بها معنى هي هاي مال الجبل يقول بارتي استاذ كاظم يعني بها معنى وجهه نظري اي هاي مثل ما وجهه نظري محترمه واحنا نحترم وجهه نظر استاذ اي هاي وجهه نظري محترمه خلي اسمع راي استاذ احترام وتقدير خلي اسمع راي استاذ احمد بعدين ارجع لكم استاذ احمد يعني نعم استاذ نصير استاذ كاظم ظلم الاتحاد الوطني الكردستاني الاتحاد الوطني الكردستاني مشعل ثوره الشعب الكردي عام 75 لا حاشا اخوة اعزاء الاتحاد حتى انتفاضه
حتى انتفاضة 91 الدور الأساسي للاتحاد الوطني الكردستاني في السياسة العراقية الآن. الاتحاد الوطني الكردستاني فاعل أساسي في المعادلة الكردستانية، في المعادلة العراقية، الخطاب المتوازن للاتحاد. لذلك يعني مع احترامي لقناعتك ودفاعك عن الديمقراطية، ولكن حضرتك يعني ظلمت الجبل الشامخ الآخر، والاتحاد الوطني الكردستاني يعني هو الجبل أو مشعل ثورة الشعب الكردي عام 75 ومشعل انتفاضة عام 91. اسمح لي بمداخلة. نرجع لموضوع أستاذ أحمد، مداخلة بعد إذنك. الاتحاد أخوة أعزاء ورحمة الله على روح مام جلال، وأنا ملتقي به وأشرف التقيت به مرة. أنا ما قلت هيك، أنا قلت ما شفته في 5 سنوات ونص أنا في أربيل ساكن. زين هو عشان قاعد يستمر هيك قال لا رحت لا رحت استماني لا رحت استماني هركي سي هركي استماني سنه لا انت قاعد يستماني هيك قال سنه شويه باستماني هسه وين والله استماني كان قال لي بكثير لا 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 تظلم لا تظلمني انا وين قاعد هسه انا وين هسه قاعد انا قاعد ببغداد رجعت لبغداد اسمح لي اوضح لحضرتك في بغداد ورجعت انا صفيت كل اموري في بغداد يعني انا هسه شنو بغداد يعني لو باقي لو باقي هناك باربيل واجي والله هاي مدفوع مداري مدللي البارتي بس انا ما تنطبق علي ترى 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 ليك ترى ليك هم يداروا ويفتحون بابهم ومستقبلين الناس وتنافسون بشرف كل الهل والله انا حكيت وجهه نظري قلت لا ليكتي هم حزب رصين استاذ اذا تسمح لي انا اذا يسمح لي استاذ احمد احنا الغايه الرئيسيه من هاي الانتخابات هو صعود من يكونون اكفاء لقياده اقليم كردستان اقليم كردستان اليوم محتاج الى رجال دوله لاجل قيادتها الى الافضل والى الاحسن عقب ما نشوف من اعمار ومن سياسه متبعه داخل البلد وانا ايضا ارجع اقول اليوم وجود 95 مقعد مو قليل لاقليم كردستان اليوم دخلت الدائره الرابعه اللي هي عندنا حلبجه في الانتهاء همينه عدا تاريخ في هذا المجال وراح يعني احنا خلي لا ننسى ولا نغيب دور كثير من الكيانات السياسيه اللي موجوده في ده احنا اقول دائما من كنت مفوضه لحد الان اقول انه المفوضية تعمل باستقلالية تعمل على مسافة واحدة من الجميع وأعتقد أن أستاذ كاظم مو غايته الرئيسية أنه ينقص لا من لا بالعكس إحنا كلتنا نتشرف بكل الأحزاب السياسية أنا رأيي صراحة الصندوق هي الحاكم الوحيد لعدد المقاعد اللي راح يحصلها سواء كان يكيتي أو بارتي أنا رأيي صراحة غير مهم في هذا المجال لا مهم بالعكس لأنه اليوم إحنا مراقبين ننظر من بعيد العملية الانتخابية وننتظر من الناس أنه أول المفوضية تعمل بشكل صحيح وعلى مسافة واحدة من الجميع وفي نفس الوقت إحنا ننتظر من الأحزاب أن تكون صادقة مع شعبها في تقديم برامجها حتى تقدر تحقق ما اللي دا ينتظروا خلي اسمع استاذ احمد فضل لك الحديث الان نعم استاذ نصير يعني احنا خلينا يعني يكون كلامنا علمي ومنطقي وتكون استنتاجات يعني ضمن المتوقع طيب يعني استاذ يعني لو يسمح لي استاذ كاظم بس افكر يعني اكمل الفكره انا عندي دراسه تقول عن اثر النظام الانتخابي العراق على اقليم كردستان يعني شوي استاذ كاظم يعني ظلم الانتخابات في العراق شوف الانتخابات العراقيه استاذ نصير بالمحصله العامه يعني جرت انتخابات في 2005 مرتين 2010 2014 2018 2021 كان هناك تداول سلمي للسلطه وهذا مؤشر جيد في التحول الديمقراطي يعني كان السيد الجعفري رئيس الوزراء سلم للسيد المالكي المالكي الولايه الثانيه ثم السيد العبادي ثم السيد عادل عبد المهدي ثم السيد مصطفى الكاظمي وسلم السيد مصطفى الكاظمي في 2021 للسيد محمد الشيع السوداني إذا لماذا نحن لا نقول بأن الديمقراطية العراقية رغم أو الانتخابات رغم ما بها من سلبيات ولكن هناك تداول سلمي للسلطة لماذا لا نقول ذلك يعني هذا يعتبر مؤشر إيجابي لو قارناها بالانتخابات في الأنظمة السياسية العربية المختلفة نتحدث عن منطقتنا يعني ما نتحدث بعيد يبقى في ما هي حظوظ الأحزاب الكردية استاذ نصير هناك بعض المعادلات القريبة جدا سيكون لها أثر بما حدث في أقليم كردستان أولا الفجوة بين الاتحاد والديمقراطي ستكون قريبة جدا يعني ولن ينتهي حزب يعني لن يكون هناك حزب النصف زائد واحد سابقا يعني موضوع الكوتا اللي تحدث فيه سيد قرشان الحكمة من الكوتا أن يكون هناك لأبناء المكونات ممثلين حقيقيين سابقا كانت تستغل هذا من قبل طرف سياسي واحد وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى كنا نشبهه بمباراة كرة القدم ندخل مباراة خسرانين 11-0 هسه 11-0 ما ظلت
ندخل مباراة 0-0 والحكم يصفر ونشوف النتيجة شنو. زين. الشغلة الثانية، النظام الانتخابي يعني راح يوزع المقاعد 100% على أساس المحافظات بما يتناسب مع الكثافة السكانية. السليمانية وحلبجة وحدها 41 مقعد من أصل 100، وهذا أيضا له دلالاته. لذلك لن نكون أمام حزب واحد يشكل النصف زائد واحد بأريحية، سنكون أمام حكومة ائتلافية. الحزبين الأولين الاتحاد والديمقراطي هم سيكونون الحزب الأول والثاني، لذلك هذا هو السيناريو المتوقع. الجيل الجديد سيكون هناك تراجع كبير لأصواته لسبب بسيط. رأينا انتخابات مجالس المحافظات كان له سقف عالي من الطموح، قال في كركوك سأحصل على 4 مقاعد لكن لم يحصل على شيء، لم يتجاوز أصواته 20,000 مقابل رأي الاتحاد الوطني الكردستاني اكتسح فيه كركوك، حصل على المركز الأول وشكل الحكومة بالتحالف مع إخوته العرب و القائمة على معادلة أن كركوك للجميع، وسياسة الاتحاد واضحة. نحن والأخوة التركمان والعرب والأخوة المسيحيين نشكل الهوية الكركوكية، وكان حلا كركوكيا عراقيا. يعني بس حضرتك أكو ارتدادات نفسية لما حصل للجيل الجديد داخل الأقليم. أيضا حزب التغيير يعاني من المشكلة، لذلك كما أشار الأستاذ كاظم أتفق وياه بهذه النقطة بأن الاتحاد والديمقراطية هم سيكون لهم الحظ الأوفر في الانتخابات المقبلة. طيب. الاتحاد الآن لديه فرصة للحصول على المركز الأول أو على الأقل هذه الفجوة التي كانت موجودة في الانتخابات السابقة، كانت الديمقراطي 45 الاتحاد 22، أعتقد هذه المرة العدد سيقل كثير. هناك تقلص في مقاعد الديمقراطي لأنه استفاد من الانتخاب من النظام السابق، النظام الانتخابي السابق، مقابل زيادة متوقعة لمقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا كتحليل سياسي منطقي وواقعي. يعني أنا ممتاز. بإضافة إلى عمل الحزبي فأنا أتحدث عن وقائع وأرقام ومؤشرات، وربما الجانب العاطفي سيكون بعيدا عن الحديث. طيب، بعيدا عن الجانب العاطفي أيضا أنا أسأل حضرتك الآن وفق دراستكم مؤشراتكم ركائزكم الانتخابية وضعكم بشكل عام، أنت تتحدث عن سليمانية وحلبجة 41 مقعد، يعني ممكن أن تاخذون بها الأغلبية بهذه المحافظتين، إيش قد تتوقع هذه المرة الاتحاد الوطني الكردستان حيحصل على كم مقعد؟ يعني نتوقع نحصل الأغلبية في سليمانية وحلبجة. في أربيل أيضا لدينا قاعدة كبيرة، يعني في كل انتخابات برلمان لدينا حتى في البرلمان العراقي لو أخذناها كمؤشر. في دهوك أيضا يعني هناك مقاعد لأربيل حوالي 30، يعني 34 أعتقد، في دهوك 25، سنحصل على مقاعد أيضا في أربيل ودهوك. ولكن أنا أقول لحضرتك الاتحاد الوطني الكردستاني سيحصل على مقاعد يعني أكثر بكثير من الانتخابات السابقة. يعني ربما الرقم لا أستطيع أن أعطي لك الرقم، ولكن هذا يعني ربما نعتبره سر انتخابي يمكن، ولكن في كل الأحوال سنرى زيادة كبيرة في مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني مقارنة بانتخابات 2018. جيد. رئيس الوزراء لحكومة أقليم كردستان يكتي لوبارتي، هذا سيخضع للحوارات السياسية، ولن يكون هناك رئيس وزراء دون يعني موافقة الاتحاد الوطني، وهذا كلام السيد باب الجلالة الطلباني رئيس الحزب. ستكون هناك حوارات جدية. أنا أقول لحضرتك نحن والديمقراطي منافسين سياسيين أستاذ نصير، نشترك في جغرافيا سياسية واحدة، يعني ربما نختلف سياسيا ولكن فيما يخص السلم الاجتماعي، يخص الأمن أقليم كردستان، مصلحة الشعب الكردي، وين حدث الاختلافات؟ أنا أعتقد كل الأحزاب السياسية مشتركة، علينا لا فقط نقول الاتحاد والديمقراطي على مصلحة الشعب الكردي، الأحزاب الأخرى الإسلامية والأحزاب الأخرى أيضا. طيب. لهم كل الاحترام والتقدير. نحن نفكر بمصلحة الأقليم. الآن الأقليم يعاني من أزمة نظام سياسي، أزمة في الشرعية، هذه الانتخابات هي التي ستحل هذه الأزمة. أيضا هناك عملية لبناء المؤسسات، لذلك وين اختلفنا وحصل التنافس السياسي ولكننا نشترك في هذه الجغرافيا السياسية التي نعتز فيها، وهي ليست ملك لأي حزب، هي ملك لتضحيات شعب كردستان. طيب. لذلك طيب. ستنتهي الانتخابات. طيب. التنافس السياسي سينتهي حينها لكل حادث حديث ما هو شكل الحكومة وما شكل الحوارات السياسية. جيد. كل شان. شو قلتي بارتي؟ أنا قلت بارتي لأنه هسه بارتي. لا بتجاي هم بارتي. بس ما أعتقد يعني اليوم مع احترامات الرئيس أستاذ أحمد، يعني أنا حسب ما نشوف دائما البارتي موجودين بالمحافظات اللي هي أربيل ودهوك بنسبة كبيرة. عندهم بالسليمانية. إيه هم مسيطرين. سليمانية عندهم بس مو بهذا النسبة. ممكن أخذ مقعد مقعدين. أكثر يعني. والجيل الجديد بسليمانية هم يعني. لكنه اليكيتي تنافس جيل الجديد. يعني اليوم من دنباوة عليه الساحة، خاصة لما تجي تشوف الساحة الكردية
يعني ساحة متشابكة مع بعضها. يعني أنت اليوم مدى تقدر تقرر هل أنه يكيتي رح يصعد أكثر أم أنه يعني مثلا بارتي رح يكون أكثر، لأنه أكو تنافس مثل ما تفضلوا الأخوة، أكو تنافس قوي بيناتهم. يعني اليوم أصبحت بعض الأحزاب دخلت أحزاب 84 شخصية مستقلة دخلوا، هذه همين رح يشتت الأصوات. صح. أنت كل ما زاد عدد المرشحين أنت إيش رح يصير عندك؟ رح يتشتت الأصوات. أنت رأي حضرتك؟ رأي حضرتك؟ والله أنا الأغلبية اللي يكتب بورتي. يعني أكو محافظات هي مكتوبة باسمهم، يعني هسن اليوم يعني أنا من أروح لسليمانية ألقي أكثرهم يكيتي صراحة. أوكي. وأيضا بهم الجيل الجديد. فإحنا كمفوضية أنا كعملي كمستقلة ما أنظر من هذا المنظر. أنا أشوف يعني أتذكر إحنا بالسنوات. أعطيني رأي سياسي بعيد عن مفوضية. إذا سياسي. رأي سياسي. رأي سياسي مستقل. أعطيني رأي سياسي. اليوم يكيتي وبارتي لهم قاعدة يعني هاي نقطة راس سطر. كيف بنختلف بس من بقية الأحزاب صراحة تحقق ولكن مو بنسبة اللي يكيتي والبارتي. حتى تأيدين كلام أستاذ أحمد حتكون حكومة ائتلافية بس رئيس الوزراء هو اللي حيلعب دور. لا طبعا. كان سواء يكيتي أو بارتي. أستاذ الأكراد إيش قد ما يختلفون فيما بينهم دائما الهدف واحد عندهم. جيد. ممتاز. إيه هسه الجبل يقول. إيه الجبل ينطق البارتي نعم. مصر مصر تدري ليش مصر لا مع الاخ العزيز استاذ احمد مع احترامي له احنا تدري جنابك نريد نتحدث لا ترى رايك محترم ورايي محترم عادي استاذ احمد ايش قال التبادل السلمي للسلطه على العراق وذكر ابراهيم الجعفري وذكر رؤساء لا هسه هاي بعداني هنا انا راح احكي انا لحقت عليها احنا عندنا ما عندنا انتخابات نزيهه بالعراق نهائيا واللي يلطش على الكرسي لو تليفون امريكي لو تليفون من الحوزه زين فمع احترامي للاخ استاذ احمد انا كاظم جحيش معروف بصراحتي اكو واحد لطش بالكرسي جاء تليفون من امريكا قال له باكر الصبح نلقى غير على السريع عافه وقام الاخ الحوزه الشريفه اللي هي صمام الامان تحيه للحوزه والسيد السيستاني هم انا عادل عبد المهدي خلى ذكره بالاسم قال له لا على السريع وقر خليه يجيب إيه مصير شعب مصير شعب اي نعم فاذا لا يحكي الاستاذ احمد مع احترامي له والشخص الكريم احنا ادرى بمكه بشعابها وعشت يعني ماكو انتخابات بالعراق المفوضية على رأسي كمفوضية وكموظفين وككذا ولكن الناخب اللي يجي أكو شراء ذمم أكو كذا أكو زين إحنا ما صارت تزوير زين إحنا ما صارت صناديق احترقت لا جناني لو أنا محامي عندي دعاوي لا طبعا إذا تسمحوا لي المفوضية تعمل ما طعنت كل الإجراءات مالتها انت لا تسحبيني الى مساحه لا اخت عزيزه تمام. وتحيه للمفوضيه مره ثانيه المفوضيه صحيح. كادر اداري طبعا. تنظيمي لعمليه الانتخابات بارك الله بكم مو موضوعي هذا انا نعم. موضوعي قبل الانتخابات دخلت الصناديق احترقت الصناديق مثل ما حكاها الله يذكره بالخير فايق الشيخ علي احنا هنا احترقت صناديق زورت اصوات ايش قطع اكو ناس هسه ابسط شيء هسه بالبرلمان العراقي ما محصل له 200 صوت شلون صعد والله انسحب التيار الصدري سؤال كمفوضيه المفروض انا كقانون المفروض كمفوضيه ابو ال 200 صوت يمثل 100,000 صوت سؤال انت نعم. تتحدث عن ما يجري في انتخابات مجلس النواب العراقي ورئيس الوزراء تليفون من الجهات اللي ذكرتها ابقى اطلع اوكي هاي فواعل سياسيه خارجيه موجوده نعم في اقليم كردستان ذات الحال على شنو أنه الرئيس وزراء لازم الفاعل الخارجي يجيبه؟ لا هناك الدبلوماسية تلعب دور الفاعل الدولي غير الفاعل الدولي شفناها من انقصها في اقليم كردستان يعني هناك بكل اختيار رئيس الوزراء والحكومة اختيار هسه انت جبتها رئيس وزراء منه راح يصير بارتي انا احكيها بالفم المليان يعني بارتي هسه استاذ احمد يمكن ما قدر يجاوب او قال انتخابات صناديق لا هو ما عنده مشكله قال لك حكومه ائتلافيه انتخابات استاذ نصير للتوضيح كردستان عنده ثلاث رئاسات رئاسه اقليم رئاسه وزراء رئاسه برلمان اي نعم صح احنا موضوعنا دا يسالني عفوا استاذ احمد بعد اذنك دا يسالني على رئاسه الاقليم رئاسه الاقليم ما تطلع من كاك مسعود زين رئاسة الحكومة برئاسة الحكومة قال هسه كاكنيتشي رئيس الاقليم استاذ كاظم نعم نعم هو قديم هسه هو كاكنيتشي جيرفان سرق نزيرفان هم
بارتي انا احكي على البارتي. اي يعني بس بارتي. هو مو يعني مو كا يعني مو كاك مسعود يعني صار تغيير يعني يمكن لا افهم يعني مو كمنصب مو كمنصب كبارتي. اختصر لك استاذ نصير ليشاهدونه كل الفاعل الدولي الدول العظمى كلها تريد البارتي يبقى على راس اقليم كردستان وصاحب القرار جيد. بدليل ليش اليكتي ما قلب المعادله بكركوك ما قلب المعادله ما قلب المعادله بغير المحافظات هاي واحد. ليش اليكتي ما لعب دور ايجابي نعم. كثير من القضايا تخص الحكومه الاتحاديه كركوك ليش اليكتي انا احكي يكتي وبارتي صح ولا صح ليش اليكتي ما لعب دور كلش قوي بحل ازمات مجالس المحافظات صح. احسنت خليتك تكمل كركوك ايضا تدخل الفاعل الدولي اعطى لليكتي الحريه. لا تصدق واحد بكل السياسيين مع احترامي للسياسه بالعراق كل السياسيين اذا يروح الغرفه نومه يخابر لا حد يزعل عليه لا حد يزعل عليه إيه هيج قل لي فانت تقول لي اليكتي على راسي اليكتي كل ارتباطات اي نعم نعم اليكتي ما بكيف يتحرك والله على كركوك يعني تريد تقنعني اليكتي اجى شيت على كركوك وبكيف قام يسوي كذا بدون موافقه المرجع الدولي مستحيل زين تريد تقنعني المجتمع الدولي يختارون كاكا مسعود حتى يجي ينقل رسالة للجماعة هنا الله يحفظهم يقول لهم يابا ترى الحديدة حارة ترى القطار انتهت هاي آخر عربة هاي آخر عربة زين آخر عربة منا النهاية 25 فهلا هلا قول يا الله زين الفاعل الدولي ما يعرف منه مسعود البرزاني الفاعل الدولي ما يعرف منه اليكتي البارتي واليكتي أنا قلت وعيد كلامي اليكتي والبارتي قطبان كرديان كبيران لهما كل الحب والإحترام خلي إذا تسألني منه المؤثر في كل إقليم كردستان أعيدها الشلال والجبل ينطق بالبارتي أنا وجهة نظري مع احترام خلينا نعوف خلينا نعوف احنا الجانب هذا لانه انا اتمنى انه نحكي بتفاصيل هاي الانتخابات لانه اكو هواي ناس دا تراقبنا طبعا ودا تشوفنا انه شنو هي انا احكي كمستقل وكعشت هناك انا همين مثل يعني مع التجار عشت مع التجار اكيد عشت اكيد مع كل محامي أكيد. احنا نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله الله يسلمك نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان تجد الانتخابات يوم 20/10/2024 ويحصلون قد ما تروح من السياسه ترجع علم الفني ما تقدر تعبر ما تقدر لا مو هذا تدري شنو استاذ انا اقول لك انا اقول لك وايضا جتني اتذكر في احدى السنوات ما اذكر دعوه هم على الشغله مفوضيه كنت انا وكيل بها زين ما يقدرون هسه انت اخت العزيزه ما تقدر تنطق لك تقول لك منو تحكي بفنيات طبعا. بفنيات تفيدنا بفنيات حتى لو ما تقدر تقول لك ما تقدر حتى لو عندها المعلومه تقول لك مثلا اليكتي 100% حيصير ما تقول لك اياها لا ما نقدر ما تقدر صحيح انا بالنسبه انا طلبت رايها السياسي بعيدا عن مفوضيه ما تقدر تعطيك السياسه السياسه والمفوضيه هي مفوضيه لا 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 اذا المفوضيه ما مستقله لا صح لا هسه انا اي فاني بالنسبه لي لما اليوم اشوف يعني مع كل احترام الأستاذ يعني يتحدث من الجانب السياسي يعني هو همينا رجل معاصر كل الجهات السياسية وإحنا همينا من 2012 بالمفوضية لحد نهاية 2017 فإحنا كنا موجودين وكل الأحزاب السياسية اللي تأسست واللي تشكلت إحنا كنا على قرب من عندهم يعني حقيقة ماكو انتخابات يعني جنابك سويتها على قولة مثل عندكم قمرة وربيع سويتها أنت لكن أنا أرجع وأقول ماكو انتخابات تمر بسهولة ما لم تكون إجراءات مفوضية إذا ما تكون حاسمة حتى لو هسه مو نقول إنه الإقليم ما بيها مشاكل ما بيها هاي لكن المفوضية ما تقعد والله تحط إيدها على خدها يابا هي إقليم كردستان وسهلة ومتفاهمين بيناتهم وإجراءاتها تكون بس اعتيادية لا أصلا هسه المفوضية تسوي إجراءات وأنظمة وتعليمات قوية جدا على كل الأحزاب وحتى بالنسبة للناخب أنت اليوم عندك مشاكل هواية عندنا مثلا سأني خلي أتعلم من إقليم كردستان بالنسبة لكوتا النساء هم 30% إحنا على أن لا يقل عن 25% كحكومة اتحادية زين إحنا ليش ما نقتدي بيهم يكون حالنا حالهم يكون مثلا 30% يعني اكو امور خلي مثل ما تفضلت نتعلمها مثلا بالاقليم الانتخابات شلون بسلاسه يروحون للمراكز الاقتراع هاي طبيعه مجتمع وشلون يعني التزامهم الصور على جوجل شلون هاي طبيعه مجتمع اي فاحنا نريد همنا هاي التجربه تسقط عليها والناخب مو متلون استاذه الناخب مو متلون انا عاصرت
الناخب جيراني، جيراني مو ينتخب هسه ينتخب فلان وانتخابات الأخير ينتخب علان، لا الناخب قافل قافل كاكا فلان كاكا فلان خلاص. خلي اروح السيد الهركي. السيد الهركي الان الانعكاسات بالانتخابات القادمة، وإن لنفترض أنه قد تكون هي حكومة ائتلافية، اليكتي والبارتي قريبين بالمقاعد فيما بينهم، لكن بعد الانتخابات برلمان كردستان ستكون هناك اختلاف في عملية يعني الانعكاسات على الحكومة الاتحادية اللي موجودة، التحالفات القادمة لح يكون الشكل والمعادلة مختلفة تماما. استاذ نصير سؤال مهم جدا، بس انا قبل الحلقه قلت ماكو احد من الديمقراطي طلع استاذ كاظم يعني ما شاء الله ما خلى قصور يعني الدفاع مستميت يعني هذا من باب المزح يعني. الله يحفظك استاذ احمد. نرجع لموضوع نعم شو تقول شان كان بس الجبل يعني هسه الجبل والشلال. اي مو نسيت الشلال. الجبل والشلال. الجبل والشلال هو نسيت الشلال بعدين حط الشلال وياه. نسيت الشلال. استاذ نصير هذا السؤال مهم جدا راح احاول يعني اولا نعم هذا الاختلاف بين الاتحاد والديمقراطي كان موجود في انتخابات 2021 قلت لك احنا اقرب للاطار او نحن كنا نرى مشروع التحالف الثلاثي مشروع غير واقعي تطبيقه في الحاله العراقيه على الاقل حاليا وهذا الذي يعني ثبت. ما يدور في اقليم كردستان سيكون له دور يعني ما هو مستقبل علاقات الاتحاد والديمقراطي بانتظار استاذ نصير ايضا ماذا سيحدث في البيت الشيعي خاصه يعني عوده التيار الوطني الشيعي موضوع السيد السوداني. استاذ نصير اكو معادله بالبيت الشيعي رئيس الوزراء الوحيد الذي له تاثير رغم مغادرته المنصب تتفق معه وتختلف هو السيد نور المالكي. نور المالكي يعني انا اقصد في حاله السوداني صح. السيد ابراهيم الجعفري غادر المنصب، السيد عادل عبد المهدي غادر، السيد حيدر العبادي شكل ائتلاف النصر ولكن لم يحصل على شيء في 2018 يعني النتيجه تحقق له الاغلبيه الكاسحه رغم ما كان يتوقع ان يحصل على نتائج اكبر. لدينا السيد عادل عبد المهدي مصطفى يعني من يغادر المنصب ايضا. السيد السوداني الان حاله ربما هناك حوارات مهمه داخل البيت الشيعي مثلا هو اعطى مؤشر للاخوه بالاطار ولم يرشح لانتخابات مجالس المحافظات بانه لن يغادر عباءة الاطار بانه كان مرشح الاطار في انتخابات يعني في عام 2022 اي في الحكومه الحاليه. هناك معادله مهمه في البيت الشيعي على ضوءها ستتضح الاستقطابات السياسيه على المستوى الوطني العراقي. هل السيد السوداني سيشارك في الانتخابات كقائمه مستقله ام هناك ضمانات اعطيت له في اجتماعات اخيره حصلت داخل الاطار بانه سيبقى المرشح لدوره ثانيه ولكن مرشح الاطار التنسيقي ربما عوده الاخوه في التيار. اقاطعك انا سيد هركي. نعم اقاطعك. نعم. مرات يقول مقدم البرنامج لازم يكون ما ينطر اي لا دوره ثانيه وفي الانتخابات لن يحصل السيد السوداني كما يتوقعون ب 40 وال 50 مقعد او خلاك تعتبرها سجلها من عندي انه ما استقال الفتره سجلها من عندي الان الاطار يخطط وفي الفتره القادمه قد يجبر السودان على تقديم الاستقاله وبدأوا هيئوا البديل. اسمح لي استاذ نصير هذا يؤكد كلامي بانه ليس هناك رئيس وزراء غير السيد المالك ربما محتفظ بتاثير ولا يزال. نرجع لموضوعنا اذا السيد السوداني يفكر اما يحصل على ضمانات من الاطار بان يكون مرشح لدوره ثانيه او ينزل بقائمه ليرى على الاقل ماذا حققه في الشارع كنوع من الاختبار الشخصي. على ضوء هذه المعادله سنكون امام فاعلين رئيسيين وهم التيار الوطني الشيعي العائد بقوه اي التيار الصدري وايضا قوى الاطار التقليدي. هل سيكون السوداني مرشح توافقي يعني ضمن المعادلة الانتخابية إذا حقق شيء أم إذا لم يحقق شيء سيغادر كما غادر الآخرون؟ لذلك هذه المعادلة والاصطفافات داخل البيت الشيعي ستكون مهمة. أيضا تداعيات ما بعد انتخابات الأقليم ما هي العلاقة بين الاتحاد والديمقراطية؟ هل سيعود القوى الكردية متحدين كالسابق ويكونون بيضة القبان في تشكيل الحكومات العراقية أم سيبقى الانقسام هو الموجود؟ شو تقول وماذا تقول؟ والله نتمنى اتمنى يكون هناك وحده للبيت الكردي بعيدا عن التنافس السياسي. انا على المستوى الشخصي هذا المستوى الشخصي رائع يعني راي رائع محترم وامنيات محترمه لكن الواقع ماذا يقول؟ ربما الواقع لا نستبق الاحداث يعني احيانا كثيرا لنرى ماذا انا ارى لكل حادث حديث انا من لا استبق الاحداث لننتظر ونرى. ايضا تاثير ما يحدث استاذ نصير جمله مهمه ما يحدث في بغداد له دور فيما يحدث في الاقليم يعني هناك عمليه تداخل كل البيوتات العراقية الثلاثة الرئيسية لها حساباتها الخاصة داخليا ستتضح في الفترة المقبلة. جيد انا حروح استاذ كاظم بعدين ارجع استاذ كولشان عم دفتر من استاذ كولشان نبدا مع السيدات وانا انتهي مع السيدات. اتشرف اكيد يعني السيدات اولا في كل شيء بصراحة. اتشرف كل شيء. معادلة ممكن تتغير ممكن السيد السوداني
يجبر على استقالة، ممكن يكمل ويطوقوه، ممكن يصير دعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، ممكن يكمل حكومته، لكن الرجل مطوق لا قادر أنه يمشي، بس يمشي الأمور كما هي موجودة الآن. نعم أستاذ نصير، بس عندي تعقيب بسيط على كلام أخوي أستاذ أحمد، يقول أنت تدافع وكذا مدافع. أنا مدافع أستاذ، رأيك ما تقول لا 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 والله ما أدري إيش أكمل. لا من باب الطرفة دي أحتاج الرجل، ما عنده مشكلة. إيه ما هسه تريد تقول الجبل والشجر والشارع، خليني أكمل، حيضيف لها فتشي، خليني أكمل شيء يضيف لها شيء. يلا إيه، أنا محامي وأتشرف محامي مدافع عن إقليم كردستان كله، كل إقليم كردستان والعراق كله، بين عشت وياهم وبيناتنا زادهم الحسليمانية دهوك أربيل. هذا هاي وحدة خلي يعرفها، ما دافع عن جهة، هاي خلي يعرفها المعلومة. مو كلمة مدافع، إحنا كمحامين نعرف الألفاظ. كمدافع يعني أنا البارتي لا ما لي علاقة، أولا قعدت في إقليم كردستان بفلوسي، بيتي ملوك بفلوسي، لا القصد القصد لا عندي احد، ما قال لك البارت الطوق فلوس يا استاذ كاظم، حتى لا نغمز ما قال لك، لا مدفع مدفع مستميت، يعني شنو مثلا يروح يقعد باربيل لازم مدفع ديمقراطي كردستان يطوف فلوس؟ من يقول لك دفاع المستميت، انا دا اقول انا وجهه نظري، لي انا عشت وياهم خلصنا، خلينا نغادر، خلينا نغادر، وضحت خلينا نغادر. اي قلنا على موضوع الونسن، ما تقعد راحه ليش؟ والله ما تقدر، لا أسوي لك مشكلة. لا 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 بالعكس، لا والله موضوع الآن السيد السوداني ممكن يقدم استقالته، يسرع عليه السيد السوداني، ما عنده دورة ثانية، محسوم، ها خلصنا منها. أوكي أنت خذ من عندي زين وجهة نظري، خل أقول أي والله وجهة نظري زين. أي وجهة نظري، السيد السوداني ما راح يعني ما راح دورة ثانية ما إله. السيد السوداني من نهاية السنة زين احتمال كبير، يعني 80% يقدم استقالة، احتمال كبير. ليش؟ لأن الضغوط كبيرة. زين ما لك علاقة بكذا أو ما أدري شنو هاي وهاي الجسور هاللي صادت أربع ساعات مقطوعة، زين ما لنا علاقة ذني بيهن، هاي السوالف. هذا فاعل داخل ولا خارجي يريد يقدم استقالة؟ أقول لك إحنا بالعراق كله فاعل خارجي، لأن الفاعل الخارجي فاعل داخلي، الفاعل الخارجي فاعل الداخلي بخمس دقائق خلي السيد السوداني يقدم استقالته. طبعاً خلك سوي له يلا خمس أيام خلاص. طبعاً طبعاً طبعاً. ولا ننسى لا ننسى الأسد النائم، ومو نائم هو، بعين مغامض عين بعينه وعين مفتحة، السيد مقتدى الصدر شو نسيناه وجماعته وتياره، وهذا ترى ساكت السيد مقتدى الصدر يكمل الاتفاق وخلص، خاصة قاعد وكذا، ناس يقولون اتفق مع السيد السوداني، ناس يقولون ما ادري شنو كذا. والله العظيم استاذ نصير احنا ترى تعبنا وملينا من هالاسطوانه هاي، ملينا. هم نفسهم يروح هذا يجي هذا، يروح هذا يجي هذا، هم نفسهم ذولي. والفاعل الدولي، ارجع اكرر كلامي، السفيره الامريكيه تروح الواشنطن وترجع، انت قوم انت اقعد، مع احترامي لشخوصهم الكريمه. زين هاي سياسه اقليم كردستان مرسومه ايضا، بس مرسومه بدبلوماسيه. هنا ما عندنا دبلوماسيه، هنا ماكو دبلوماسيه، هناك دبلوماسيه يعرفون من هو اللي يفيد على مدار 50 سنه. على مدار 50 سنه البارتي يفيد، بقوا 50 سنه، 20 سنه البارتي يفيد والشعب رايده بقي. زين هنا أنا ما عندنا هاي السالفه، حرامات ما عندنا. زين يجي قاعد على الكرسي يريد يبقى، قام يجيب، قام يحير شي يسوي يريد يبقى. زين اللي اقول لك السيد السوداني مو قال انا راح انزل الدولار؟ ليش الدولار 150؟ السيد السوداني مو نفسه اللي كان اربع وزارات، ما ادري خمس وزارات، مو نفسه كان مدارس طينيه لحد الان موجوده بالعماره، وانا بالجنوب اصلي منك وعمامي هناك، مو نفس هالمدارس الطينيه بنى لي مستشفيات السيد السوداني. اشو احنا خبصنا انجازات وانجازات انجازات وهي جسور بائسه، روح اشوف الشارع البديل مال الممر مال الشارع ماكو، لا نضحك على رواحنا. انت جبتها، انا عندي رئيس وزراء واحد، رئيس وزراء واحد معجب بشخصيته، السيد العبادي استلم ميزانيه خاويه وكان حرب داعش وقدر يحارب داعش وقدر بهالميزانيه البسيطه يحقق شيء من الامان. بقاله واحتياط 19 مليار زيان. هذا بقاله واحتياط 19 مليار. ختام الحديث مع حضرتك، ايش تفضلي؟ انا ارجع على انتخابات اقليم كردستان، ارجع اقول المفوضيه جاهزه من كل المجاميع اللي هي بتعليمات اللي نزلته بالنسبه للانظمه، عمليه المحاكاه سوت بمعناها، والبطاقات البايومتريه موجوده والاجهزه تحولت الى الاقليم. يعني المفوضيه اليوم تنتظر اليوم الحاسم اللي هي يوم 20/10/2024، ونتمنى ان تكون الانتخابات بانتخابات سلسه بدون اي خلافات، وان شاء الله مثل ما قال الاستاذ قبل قليل انه يكون انتخابات سلسه ان شاء الله. وان شاء الله العراق
بردا وسلاما عليها ان شاء الله. يا رب والله دائما ولا تنسى انت جنابك قلت اكو قوه وكذا، خلي ادخل في هذا الموضوع، ارجع اقول انه احنا العراقيين دائما مشاكلنا ان شاء الله رغم كل المشاكل اللي تصير ننهض مره اخرى اقوى من سابقتها ان شاء الله. شكرا حضره السيده روشان دياتي عضو مفوضيه الانتخابات الاسبق استاذ كاظم المستشار سيد كاظم. انا خاف لي من عوني من دخول سليمانيه. والله عمي احمد الهركي سليمانيه حقيقه ما يمنعك اي واحد من منعك، تدري ليش؟ احنا عندنا روح رياضيه وتنور. لا ما اتشرف باليكتي واتشرف بسليمانيه يا ابن الحلال. لا 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 ما يمنعك، وبدليل انا حقول لك اذا تريد راح تلقيه واقف لك، اذا بالمطاحه تلقي السيد احمد الهركي واقف لك، إذا تبي الطريق تجي عند الاستقبال تلقي السيد أحمد الهركي. ولا أنا رحت سليمانية وما شفت الأمانة الرجل. لا أوكي. الكرد كله محط أبواب مفتوحة. الأخوة الكرد من أقصى الشمال جنوبا إلى شمال شمال العراق كله مفتوح لكل العراقيين. نورنا أستاذ كاظم. مفتوح لنا. نورنا لكم إن شاء الله انتخابات إن شاء الله صدق. العراق بدأ يتغير. شكرا سيد أحمد الهركي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا. وأقول شيء واحد، ما عاد ترى ذاك العراق. إذا كانت أكو هناك ضغوطات سياسية، إذا كانت هناك أجندات معينة، الآن تجي تلقى العراقيين متعايشين فيما بينهم، متحابين فيما بينهم، تأتي هذه قضية الطائفية عندهم، هسه البعض يقول لك أكو موجودة جزء عندها، هذول أفراد ما يمثلهم كل الشعب العراقي، شعب كريم محترم قادر على أن ينهض، والله لو كان ما حصل في العراق حصل في غير بلدان كان انهارت هذه البلدان، لكن الآن وضعنا أكثر أحسن، متطورين بشكل أكثر، وضعنا الأمني زين جيد جداً. بقعدنا طبقة سياسية، بقعدنا فاسدين، هذول الحل الانتخابي والديمقراطية هي اللي تزيحهم. روح للانتخابات زيحة، ما يقدر يرجع أي واحد. إلى اللقاء.